عندما نختار المواجهة بين جوارح الشباب والعين الزعيم كقمة الجولة الأولى في دوري الخليج العربي للمحترفين، فبكل تأكيد لنا من الأسباب ما دفعنا إلى هذا الاختيار. فعندما يجمع المستطيل الأخضر 14 لقباً ودرعاً من أصل 39، وعندما يلتقي بطل الموسم المنصرم مع صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب، وعندما نشاهد جيان الفنان متصدر الهدافين في النسخة الأخيرة، والخطير إدغار الذي احتل المركز العاشر وسجل الاثنان 44 هدفاً في الدور الماضي، كل ذلك مقارنة ببقية المباريات التي سوف تشهدها جولة الانطلاق في السباق الصعب والطويل، سنقول أن لقاء الجوارح والزعيم هو قمة مواجهات أولى الجولات بدور الخليج العربي. لو قلبنا في صفحات التاريخ سنجد أن لقب البطولة ودرعها الغالية ذهبا إلى دار الزين 11 مرة، منها آخر موسمين. والتاريخ أيضا يسجل فوز الفرقة الخضراء باللقب 3 مرات، آخرها في عام 2008، أي قبل 5 سنوات. ونبقى في رحاب التاريخ لنرى أن اللقاءات التي جمعت فارسي القمة للجولة الأولى في المواسم 11 الأخيرة بالدوري، والتي بلغت 24 لقاء، فاز الزعيم البنفسجي في 13 منها والخضراوي ب7، مقابل 4 مرات انتهت بالتعادل. قبل مواجهة اليوم بدأ الزعيم الموسم بالخسارة أمام الأهلي في كأس السوبر بركلات الترجيح، ثم الخسارة من بنياس ب3 أهداف لهدف بكأس المحترفين، لكن حامل اللقب استعاد التوازن سريعا وتغلب على الوحدة بثلاثية نظيفة في نفس البطولة قبل أيام. الجوارح خسروا بهدف من الوصل في أول جولة بكأس المحترفين، وتعادلوا مع عجمان سلبيا في انتظار الفوز الأول هذا الموسم. فهل سيأتي من الباب الواسع على حساب الزعيم، أم سيتكرر سيناريو لقاء الموسم الماضي على ملعب الشباب عندما فاز الفارس البنفسجي؟ على أي حال فهي دعوة للاستمتاع في أولى قمم دور الخليج العربي بين الجوارح والزعيم.